السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم بقناه سايبر بركات. ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليقات بتاعتكم عشان بهتم بيها جدا وعايز كل واحد فعلا يعلق زي ما قلت يا جدعان. لو حد عايز اي حد عايز دعم اعمل له اشتراك على القناه بتاعته يقول دلوقتي ويكتب لي في التعليقات هعمل له اشتراك على طول واعلن عن القناه بتاعته عشان اساعد الناس يعملوا اشتراكات كتير. ونقول مبروك ليا ومبروك لكل الناس اللي قناتها اتفعلت النهارده زيي انا الحمد لله بفضل الله يعني القناه اتفعلت نزل عليها اعلانات. بس النهارده بقى هنتكلم على موضوع مهم جدا وهو موضوع ببجي. هنتكلم على بابجي. بابجي اللعبه اللي مجننه الناس كلها ومجننه العالم كله بالتحديثات بتاعتها والحاجات الجديده اللي هي بتعملها. فيلا نشوف مع بعض التحديث الجديد بتاع المترو الملكي. Thank you.
طيب بعد ما شفنا التحديث الجديد بتاع المترو الملكي وهنتفرج مع بعض واحده واحده نفهم ايه اللعبه وايه اللي بيحصل فيها. انت بتنزل انت والناس كلها اصحابك اللي هم اربعه وبتقعد تقتل في ناس كتير لحد ما بتوصل لمكان معين تخرج ترجع تاني للبيت من اول وجديد. هي دي الفكره، بس ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض.
انا ماشي صريف، هو جايب لي علامه البوابه اللي انت شايفينها دلوقتي اللي هي البوابه الخضراء الخروج، اروح عندها لحد ما اخش عندها. بتقعد تقتل الناس طول ما انت في طريقك، في مترو تنزل فيه زي ما احنا بعض ننزل مع بعض، ننزل 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 سلم كده حلو شويه وشكله حلو. وخلي بالك هو تحديث بتاع ببجي تحديث حلو جدا، ومن احسن لعب اللي انا واحد من الناس بلعبها وبحبها جدا لحد دلوقتي. كانت لعبه ممتازه جدا وهي ما زالت ممتازه لان انا بحبها جدا جدا جدا. طيب دلوقتي احنا نزلنا خلاص، هنركب بقى المترو. طبعا مش مترو اللي هو مترو زي ما الناس فاهمه، عشان بس الناس اللي هتخش جديد على ببجي ما تدورش على مترو ان هو هتركب مترو، لا. دلوقتي هنمشي نمشي نمشي، وصلنا عند المحطه، تطلع عند المحطه اللي انتوا شايفينها قدامكم دلوقتي دي، وتخش بتدور على اسلحه، بتدور على حد هتقتله. وبعد كده زي ما نشوف مع بعض، اتفرجوا معايا وقولوا لي بس تمام كده. تمام اوكي، اه ده انا قتلته دلوقتي وهيجي لي واحد تاني بعد ما قتله. خلصت قتلتهم، في بقى صناديق بفتحها باخد الاسلحه اللي فيها. في ميزه في اللعبه دي هقول لكم بس في الاخر، خليكم معايا واسمعوا معايا اللعبه. فخلصت القتل، اخد المترو بتاعي واطلع تاني. بس انا كده خلصت لعب، طلعت بره وبشوف بقى الناس اللي انا عايز اقتلها والناس اللي انا عامل ايه. هو مهمتك ان انت بتنزل بتقتل الناس كلها اللي انت عايز تقتلها، المهمه معايا بتطلب منك. بعد ما تخلص المهمه اللي بتطلب منك دي، بتخش بقى ان انت بتخرج من اللعبه خلاص قتلت كذا حد. الاسلحه المفاجاه بقى، المفاجاه اللي انا هقول عليها لا مش هقولها دلوقتي، خليها بعدين. المهم ان هي لعبه ببجي لعبه حريفه جدا، المحترفين اللي بيشتغلوا عليها وبيشتغلوا على التحديثات بتاعتها وبيشتغلوا على الخرائط بتاعتها بطريقه بروفيشنال احسن مني. طبعا انا لسه مبتدئ في المونتاج او جرافيك، لسه ما بداتش بروفيشنال ان انا اوصل للمستوى بتاعهم. الناس دي متفرغه للتصميمات ببجي وتصميمات المدن وتصميمات الاسلحه واللبس وكل كل الحاجات اللي احنا بنشوفها في ببجي وبتبهرنا قوي دي. ده شيء ممتع وشيء يخلينا احنا نحس بانبساط اكتر واكتر لما نلاقي حاجه جرافيك عالي كده ونلاقي لعبه الناس مهتمين بيها، ولعبه حرب او لعبه سلام. هي لعبة حلوة ان هي بتكون اربع اشخاص، وبعد كده بتنزل انت واصحابك تنزلوا تقتلوا الناس. بتقتلوا الناس مش معنى كده انك تقتل الناس يعني. بتنزل تعمل سكور عالي في اللعبة، وبعد كده بتخش في اللعبة، وبعد كده بتندمج فيها، بتحس ان انت عايش في صداقة عالمية. هي بيلعب معاك من كل اطياف المجتمع، كل الناس اللي في العالم كلها بتلعب ببجي. بتستضيف الدولة دي، الدولة دي، من ده من ده من ده من ده، بتصاحب على ناس كتير، بتتعرف على ناس كتير، بتزيد معرفة في حاجات كتير انت ما تعرفهاش. في اللعبة لو انت مش عارف اللعبة بتنزل مبتدئ، اللعبة بتدربك ازاي تعملها، صحابك بتكلمهم عن طريق المايك لو عايز يساعدوك في حاجة، لو انت هتموت وحد هيساعدك ده بيحصل طبعا في اللعبة، لو انت مثلا مزنوق وفي حد هيضربك فبتقول له، في بقى اللي هي الكلمات اللي بيقولوها مع بعض هيا بينا، وزي في الاعداء امامنا، واذهب الى السياره واركب الى السياره وسابحث على السياره، كل ده اللي هو الكمبيوتر. في بقى المايك، المايك اللي هي اللغه المباشره اللي بينك وبين صديقك، صديقك جوه مصر بره مصر في اي دوله في العالم، بتعرف تتواصل معاه وبطريقه سهله جدا وبسيطه وما بتكلفكش حاجه. انت دوب بتلعب اللعبه وماسك اللعبه وبتقعد تلعب. فدي بقى دي ميزه من مميزات ببجي، ان هي تحديث تحديث كل فتره بتحدث. بدات باول حاجه اللي هي الحاجه البسيطه اللي كنا بنلعبها، وصلت لحاجه اسمها الاصنام، الناس قلبت الدنيا عليها، راح غيرتها. يعني هي احترمت التغيير البشري، او احترمت الناس قالت ايه، او احترمت الناس فهمها ايه. بس هي المشكله كانت في فهم الترجمه، فالترجمه اللي هي الكمبيوتر لما بيترجم الكمبيوتر بيترجمها غلط، فطبعا الفهم غلط، فهم استجابوا لكلام الناس وعدلوا منه وخلوها حاجه ثانيه. بعد كده دخلوا على الفراعنه، وتحيه لهم ان هم يعني وصلوا المجتمع العالم كله يعني ايه فراعنه ويعني ايه مصر، وشهره للفراعنه نفسها عن طريق ببجي. يعني لعبه ببجي عملت شهره للفراعنه اكتر من اي حد تخيل. ودلوقتي طبعا لو قبل كده دخلوا على حاجه اسمها زومبيا، زومبيا اللي هو في حارس وبتخش عليه وبتقتله، وبعد كده تاخد الحاجه اللي هناك موجوده. في كل تحديث، في كل موسم خريف وربيع، في كل حاجه بتحصل هو بينزل لك ليها تحديث، بينزل جوه اللعبه تحديث الخريف والربيع والشتاء والصيف. في عز الشتاء تلاقي المطر، في عز الصيف تلاقي حر، في عز الخريف تلاقي رعد وبرق، في كل حاجه بتلاقيها. دلوقتي بقى في التحديث بقى اللي احنا فيه دلوقتي الجديد اللي هو بتاع مترو الملكي. المترو الملكي زي ما احنا شفنا مع بعض اللعبه، وهنشوف مع بعض تاني، وتعالوا نشوف مع بعض ايه هو المترو الملكي. We'll be right back.
عادي انا شفنا بعد المترو ازاي بتركب المترو وازاي بتلعب وازاي بتقتل الناس وازاي تخرج وازاي تخش. فانا هوريكم ازاي هنلعب مع بعض وممكن نخش على فيديوهات كتير عن طريق اليوتيوب. ومتنسوش طبعا اللايك والاشتراك للقناه بتاعتي قبل اي حد تاني. اعملوا بعد كده اشتراكات عند الناس التانيه وفعلوا الجرس بتاعهم واهتموا بالالعاب. ومن اهم الالعاب اللي انا مهتم بيها زي ما قلت بابجي. المفاجاه بقى اللي انا كنت عايز اقولها واقولها دلوقتي ان انا القناه بتاعتي اتفعلت. انا عارف والله انا عارف ان انت بتقول دي مش مفاجاه انت بتضحك علينا. لا 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 انا فعلا بضحك معاكم وبهزر معاكم. المفاجاه في اللعبه دي ان انت لما بتنزل اللعبه وتموت الاسلحه اللي معاك بتروح. دي مش مفاجاه لا دي صدمه. المفاجاه ان انت لما بتخش اللعبه وتروح لحد الدائره الخضراء دي اللي احنا هنشوفها. وصلت عند الدائره دي انت لو دخلت وخرجت كل الاسلحه اللي معاك او كل الحاجات اللي انت خدتها من اللعبه بتخرج بيها تاني. ودي الميزه اللي في بابجي لحد دلوقتي اللي ناس كتيره كانت بتلعب بابجي وانا واحد منهم كنت بدور على دي. انا ليه لما انزل واخد الاسلحه اللي انا اخدتها وخلاص كسبت وطلعت الاول ليه الاسلحه دي ما احتفظش بيها؟ لازم كل مره انزل ادور على العاب ادور على اسلحه ادور على اسلحه. لا هم عملوا ده بقى بس في حاجه اطار جديد في تحديث جديد اللي هو المترو الملكي ان انت الاسلحه اللي هتنزل بيها ترجع بيها وبتنزل باسلحه. فدي حاجه كويسه وبتفكرني بكونتر. لو ناس كتير عارفه كونتر لما كنا بننزل ونلعب دور على الاسلحه والكلام ده كله يمكن يتطور معاها مع الزمن. احنا بنتكلم على 2000 مثلا و20 دلوقتي. اللعبه دي انا كنت بلعبها في سنه 2000 و1900 يعني لعبه قديمه قوي بس حلوه جدا. انا واحد من الناس كنت بحبها جدا 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 كنت بحب العبها وكنت مستمتع بيها. كونتر واف لايف الالعاب اللي هي الحروب العاب مميزه جدا وممتازه بتنشط المخ وبيخليك تفكيرك كويس الاستراتيجيه بتاعتك تفكر كويس. فده شيء ممتع. وطبعا نشكر بابجي ونقول لهم شكرا ان انتم بتهتموا بينا وبتحدثوا لنا اللعبه كل فتره تحديث عن التاني بيفرق بيبقى احسن بيبقى اجود. وشكرا ليكم واتفرجوا مع بعض بقى وانا بلعب بابجي. يلا انت قلت اتفرجوا عليا؟ طيب خلاص طيب يلا اتفرجوا عليا بقى وانا بلعب بابجي. وطبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليقات والسبسكرايب. وشكرا ليكم. كان معكم صهيب بركات. مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.